قال: وفي الزهد عنه رحمه الله. الزهد يعني كتاب للإمام أحمد رحمه الله، كتاب الزهد معروف مطبوع. نعم. إن أحب شيء إلى الله الغرباء. قال: الفرارون بدينهم. الغرباء من هم؟ الفرارون بدينهم، الذين يفرون بدينهم من الفتن، يفرون بدينهم، يهاجرون إلى بلد الصلاح، يطلعون إذا فسد البلد يطلعون للبر، يسكنون في البر، يرعون الغنم، يرعون الإبل في الجبال، يتمسكون بدينهم، خير لهم من العيش في المدن والقصور. نعم. يبعثهم الله مع عيسى بن مريم عليه السلام. نعم، عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويتولى أمر المسلمين ويحكمهم بالإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فيحشرهم الله معه يوم القيامة لأنهم تبعوه على دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.